بسم الله الرحمن الرحيم، نشارك في هذه الندوة ضمن فعاليات دورة 17 لموسم طنطان. الحقيقة على أن هذه الندوة تعنى بالأساس عن المشترك الثقافي الحساني المرتبط بالجنوب المغربي وأيضا دول الساحل والصحراء، وركزت في مداخلتي بالخصوص على مدى مساهمة هذا الموسم في صون هذه الثقافة الحسانية، وكيف يمكن أيضا تثمين هذا الموسم واستثماره فيما يتعلق بالتنمية بمجال البيضان بصفة عامة. والواقع لأنه الموسم طنطان يعني يعتبر تظاهرة ثقافية ذات بعد اقتصادي تنموي، ساهمت إلى حد بعيد في خلق دينامية جديدة ارتباطا بالإرث الثقافي المتصل بأمجار الشيخ محمد الأغضف، أصبحت مؤسسة بشكل كبير، أصبحت تشرف عليها مؤسسة هي مؤسسة المجار، وأيضا أصبح لديها تصور ومشاريع آنية ومستقبلية. والواقع لأنه في هذه الدور بالخصوص نستشف من خلال حضور دول كمالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو ارتباط أيضا ببعد آخر ذو طابع سياسي استراتيجي مرتبط بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب في خلال السنة الماضية. أظن على أنه أصبح الآن هناك تكامل فيما يتعلق بالجانب السياسي، الجانب الاقتصادي، الجانب التنموي بصفة عامة، ولكن أيضا اعتماد الثقافة كرافعة أساسية للتنمية وللتواصل أيضا مع دول ساحل وصحراء. كان موضوع مداخلتي حول دور الفيدرالية في تطوير الصناعة السينمائية بجهة الصحراء الثلاث. تحدثنا عن ثلاث أهداف رئيسية تشتغل عليها الفيدرالية. الهدف الأول هو التكوين والتكوين المستمر. الهدف الثاني هو ضرورة الانفتاح على المحيط الجغرافي سواء تعلق الأمر بمؤسسات عمومية أو خصوصية، بطبيعة الحال قبلها وزارة الثقافة والمركز السينمائي المغربي مشكورين اللي ما بخلوش في هذا الإطار. ثم الهدف الثالث هو تسويق هذه الثقافة من خلال الأفلام وطنيا أولا ثم دوليا.